أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج رؤيتي. كما عودناكم في كل أسبوع نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات. قصة نجاح تقدم من الأردن إلى الإمارات منذ 17 عام. سيد أيمن، يسعد مساءك. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. بداية إحنا تشرفنا بزيارتنا لإلكم في إمارة دبي، استضفنا لكم تحكي لكم أهلا وسهلا فيكم وضيوف عزيزين علينا. أهلا وسهلا، تشرفونا. سيد أيمن جودة، حابين إحنا والسادة المشاهدين نتعرف بشخصك الكريم. هو السيد أيمن، أنت إجا على الإمارات لأول مرة وشو عم بعمل في الوقت الحالي؟ أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي أيمن جودة، أنا من الأردن. جيت على الأردن من الأردن بال 2003 بعد ما خلصت درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الأردن، واشتغلت في الأردن فترة معينة. انتقلت من الأردن، كان عندي أكثر من شانس، أكثر من فرصة أنه أطلع من الأردن على دولة تانية أحقق فيها يعني الطموح اللي بيكون عند أي شاب بهذيك الفترة. بس أنا اخترت الإمارات اختيار، يعني مش إنه صح لي بالإمارات ورحت على الإمارات، لا، أنا كان عندي أكثر من فرصة بس أنا رحت على الإمارات بشكل يعني دايركت، أنا بدي أروح على الإمارات. طموحه أول ما تخرج، لما مسك شهادة التخرج، شو كان طموحه؟ طموحه كثيرة. شو الواحد بكون كل طموح كل الدنيا قدامه مفتوحة وبده يعمل، كثير كان في طموح وكثير حققنا منها الحمد لله. يعني هندسة كهرباء وهلأ عم نحكي عن المطابخ. نعم، شو الرابط بينهم؟ It's a technical. هي بالآخر شو أمور فنية. يعني بالهندسة الكهرباء أنت بتاخد بكلية الهندسة بشكل عام، أنت بتاخد أساسيات علمية وأساسيات منطقية ممكن تتطور فيها بأي مجال، وهي ميزة هندسة الكهرباء بشكل عام. إحنا اشتغلنا بالمطابخ بشكل المطابخ كثير فيها أمور فنية، خصوصا إحنا بنشتغل فنادق كبيرة، بنشتغل قصور ومطارات ومشاريع ضخمة بدها technical vision عالي. وكل الطاقم اللي عندنا بالشركة، يعني إحنا يمكن في عنا عدد مهندسين أكبر من شركات كثير ثانية، لأنه إحنا أصلاً project oriented، شركة كلها project ومشاريع وديزاين وتكنيكال ومانيوالز ومينتيننس، فهي مش كثير بعيدة عن الهندسة الكهرباء، هي جزء من هندسة الكهرباء. ولما بدأ من 2003 الإمارات ونحكي عن شاب إجا من الأردن، اللي نحكي عنه ممكن تكون كالتشر واحد، بس لما يجي على الإمارات فيها أكثر من 200 كالتشر و 200 ديزاين مختلفة في التعامل والآلية. كانت صعبة وجودنا أول يوم في الإمارات، كان صدمة ولا خدنا الموضوع عادي؟ أول يوم في الإمارات كان في رهبة، إذا بدك تحكي على أول يوم بالضبط هو كان في رهبة بالموضوع. بس أكثر شيء بيسهل لك الرهبة هذه بصراحة وبأمانة يعني اللي هي أهل الإمارات. أهل الإمارات بطيبتهم وفقهم الواسع بخلوك تحس حالك في بيتك في بين اهلك. 2003 بدي احكي عن الفتره هاي في الامارات، بدي احكي عن بومينج قوي كان. نعم، بومينج ومنافسه مش فقط بالشركات، حتى الموظفين للمراكز. بدي احكي عن الاستاذ ايمن، تدرج الوظيفي السريع اللي صار من موظف لمدير عام خلال 7 سنوات رقم كثير سريع بالنسبه للموظفين الثانيين بنحكي فيهم. كيف اثبت الموظف وجوده في الشركه في بعد فتره قليله؟ هي هذه الميزة تبعت الإمارات، وهي هاي اللي كانت بالأصل سبب إنه أنا جيت على الإمارات، إنه بالإمارات هي مكان يعني دبي بتحقق فيها طموحك. إذا أنت بتشتغل وبتتعب على حالك وبتعمل مجهود أكيد رح تلاقي نتيجة.
هذه الشغلة مضمونة في دبي. فهذا اللي عملته بكل بساطة، أنا شديت حيلي واشتغلت بكل أمانة، وكان في تقييم، كان في فرص عمل أحسن دائما. وانتقلت من وظيفة لمهنة لبوزيشن لغاية ما وصلت لبعض للجنرال مانجر، مدير عام. والمدير العام بلش يفكر في البزنس الخاص يعني. بالضبط، المدير العام بلش يعني هو شوف، أنت بتكبر وتكبر طموحك معك. صحيح. كل ما توصل لمرحلة بتكبر طموحك. وصلنا لمدير عام، ضليت فترة مدير عام، بعدين حسيت إنه طموحي بده كمان، وأخذت الخطوة وأخذتها بالفترة الأزمة العالمية اللي كانت بال 2009-2008 يعني بنهايتها أو بداية 2010 كنت بادي شغلي. وخطوة كانت بدها الجرأة ولا بدها دراسة قوية؟ الاثنين. والدراسة والجرأة، ومين كان من الخلف عم بوش أو بقول لك روح أنا بظهرك؟ زوجتي أكيد. الزوجة شو ممكن نحكي لها قدام هيك؟ الزوجة هي كل شيء. إذا أنت مبسوط ومرتاح ومتفاهم مع زوجتك، كل الأمور الدنيا بتصير سهلة وكل شيء بصير بسيط. بدي أرجع على 17 سنة مضت، 17 سنة جداد على دولة، وأجتنا كمان بنت جديدة على الدنيا، فكان برضو شغلتين جداد في الحياة. نعم. في الإمارات وميز. صحيح؟ نعم ميز. ولما فتحنا البزنس بدنا نقي عائلتنا الثانية. مظبوط؟ أول موظف اخترناه اللي ما زال موجود معنا في الوقت الحالي، كيف تم الاختيار؟ والله شوف، هو الموضوع اختيار الموظفين بيكون بناء على خبراتك السابقه. اكيد انت لما تكون شغال بفتره بس بالبلد، صار عندك علاقات معينه وصار عندك اختيارات معينه، وصرت تعرف الناس اللي بدك اياهم يكونوا معك، اللي هم اول شيء غير انه هم خبرتهم منيحه كتكنيكال او بالموضوع العمل نفسه، بدهم يكونوا قلبهم عليك، يعني يحسوا انه هم وانت واحد. فبالتالي بصير هاي الاختيارات، وبتبدا هاي الاختيارات حسب انت حاجتك بالشغل، مش اعتباطيه يعني. كواليتي كيتشن. نعم. هذا الاسم اللي اخترناه، ولما بدي احكي كواليتي كيتشن يعني بدي احكي عن شيء سبيشال او مميز، بدي احكي كمان عن طقم واحد اسمه الشيخ حكى عنه. نعم. محمد عمر اللي ذكر. نعم. في كتاب رؤيتي وصلنا للرقم واحد صح. نعم. بس الاصعب الحمد لله. صح. واحد من الاوائل سيد ايمن حضرتك حاليا، بدي اسالك كيف بدك تضل دائما في القمه؟ بنضلنا دائما بالقمه ان شاء الله، يعني ان شاء الله نكون احنا وصلنا القمه ونضلنا فيها بالعمل وبالتخطيط وبالامانه. وشو الخدمه اللي عم بقدمها كواليتي كيتشن لهالمجتمع الحالي؟ شو عم بتقدموا؟ احنا تخصصنا هو تجهيز المطابخ المتخصصه للفنادق وللمستشفيات وللمطارات. احنا لما بدينا نعمل الشركه، احنا كنا اكيد بنعرف انه في لنا منافسين كثير، فاحنا بدنا نكون رقم واحد زي ما تفضلت بالاول. عشان نكون رقم واحد لازم يكون تميزنا في كل المعطيات. فاحنا ركزنا على الستاف القوي اللي ممكن يعطيك الخدمه الصح، وعلى المنتج القوي اللي يكون برضه بيعطيك سيرفيس للونج تيرم. فاحنا بنعمل بنستورد احسن كواليتي في العالم للفنادق او للزبون، بلس انه احنا ضفنا عليها انه احنا بنصنع. احنا كثير بنؤمن بالتصنيع، احنا بنصنع جزء لا يقل عن ربع المشروع تبعنا. هون في مصنعنا اللي موجود بالشرق سيف زون، وهو هذا المصنع ماخذ شهادات هاساب وايزو وعلى مستوى عالي، مستوى عالمي بقدر احكي. بلس انه احنا عم نعطي للزبون سيرفيس اللي هي الصيانه اللي هي افتر سيلز، اللي هي تخلي للعميل عندنا مش انه يعني انه على احنا معه على طول. هاي هي الفكره، انه احنا شريك للعميل. والمطابخ من A to Z من كل شيء في المطبخ عم تجهزوه للمطبخ ولا شغلات معينه؟ كل شيء بيختص بالمعدات. From A to Z to Z معدات. وفي لنا براند خاص عم نشتغل فيه تحت اسمنا ولا عم نختار براندات حسب الكاستمر؟ احنا بنختار احنا عندنا كاتيجوريز معينه، مش انه نجيب اي شيء، لا احنا عندنا كاتيجوريز معينه، ومن هاي الكاتيجوريز بنختار حسب حاجه العميل. ومصنعنا عم ينتج شيء تحت اسم كواليتي كيتشن صحيح؟ نعم. وكواليتي كيتشن ايمتى مش راح يحتاج يستورد شيء بالضبط؟ والله في كثير يعني في كثير خطط في هالموضوع، وكثير في بس لساتها على ورق وعلى لسه على الديزاين، بس احنا ان شاء الله يعني ناويين نعمل ان شاء الله مطبخ عربي كله يكون انتاج عربي.
واكبر بروجكت اخذته شركتنا على مدار 10 سنين شو كان؟ اكبر بروجكت واحنا فخورين فيه طبعا هو المطبخ تبع مطار دبي. هو اكبر مطبخ نعمل في الشركه وهو من اعتقد اكبر مطبخ في الامارات، وفي معدات نادره جدا تركبت في دوله الامارات. مطابخ لو بدي افتح الانترنت اسال عن شركات طبخ حلاقي شركات كثير، نعم. حلاقي كونسبت كثير، حلاقي اشياء موجوده يمكن ما اتخيلهاش، بس لما بدي احكي عن تميز بدي اتخصص بشيء معين. شو كان تخصص الشركه بالمطبخ اللي ميزها؟ الكواليتي، افتر سيل سيرفيسز، سرعه التجهيز، ايش اللي كان يميزكم عن غيركم؟ تقريبا برضو كلهم. احنا بنتابع مع الزبون، احنا عندنا بروجكت تيم كامل، بروجكت تيم بيعمل فولو اب دائم مع الزبون امتى وكيف وليش، حتى اذا الزبون طلب شغله يمكن هو مش عارف انه هو مش محتاجه احنا بندله عليها. واحنا بنعمل اوديت لنفسنا دائما، بندقق شغلنا بنفسنا. وفي يعني لو ان شاء الله لما تزور المصنع بتشوف انه المصنع مش معمول كانه يعني انه مصنع تجاري انه عشان عمل تجاري، لا احنا نكون فعلا شركاء للزبون، نكون نشتغل معه كانه احنا وياه هدفنا واحد. وفي حال اي عطل صار بعد البيع او خدمه ما بعد البيع، خلال قديش عم نكون عم نسجل للكاستمر؟ احنا ماكسيمم اي سيرفيس بتعطل بتصلح ماكسيمم خلال 24 ساعه. كيف بنقدر نوصلهم لو كانوا على مدى هذا مجال السبع امارات؟ طبعا احنا عندنا ستيشنز بكل إمارة، بالنسبة للصيانة عندنا ستيشنز بكل إمارة موجودة لخدمة الزبون يكون قريب منه. بلزمنا سب كونتراكتر للإنستوليشن ولا تيم اللي عم بيع؟ تقريبا إحنا الشركة الوحيدة في الإمارات اللي بهذا المجال اللي ما عندنا سب كونتراكتر. ما عندنا سب أبدا، إحنا بنشتغل كل شغلنا. هيك عم نحكي عن موظفين أو 100 موظف بدهم يكونوا عندهم خبرة وعندهم تريننج خاص لأنه يقدروا يركبوا كل المعدات اللي أكيد. وين عم بيتم هذا؟ أكيد. برضو كل في كتير ناس بنبعتهم على أوروبا بياخدوا تريننج في أوروبا، بسويسرا، بإيطاليا، بألمانيا. ما في تقريبا هم هذول الثلاث دول اللي مين اللي مستورد منهم. في بعض الشركات تبعت مندوب من عندهم لعنا بيعملوا تريننج عنا، في عنا ووركشوب، في عنا المصنع، في عنا ستور بيعمل في هذا التريننج. وإحنا لسه كمان داخلين على السوفت وير وعلى رح نعمل ابلكيشن للسيرفيس بحيث انه الزبون يطلب السيرفيس عن طريق الموبايل. ففي كثير هذا الحفاظ على رقم واحد. واخر تكنولوجيا المطابخ اللي موجوده عندكم ايش؟ هلا كل شيء صار كانك ماسك موبايل سمارت، موبايل تبعك صار الاوفن حتى سمارت تماما، يعني كل شيء موجود فيه كانك ماسك قدامك سكرين، كانها سكرين. السيرفيس هاي موجوده عندكم تقدر طبعا. سيدي الكريم، دبي الشارقة متى رح نكون في السبع امارات ان شاء الله؟ احنا موجودين بدبي والشارقة، ابو ظبي خلال كم من شهر. احنا ابو ظبي موجودين فيها كمينتنس ستيشن اوريدي يعني، بس رح يكون فينا مكتب ان شاء الله مش بعيد عن الاشهر القادمة ان شاء الله. والامارات الثانية حسب ان شاء الله كيف العمل. احنا بنقول دائما انك تاخذ المشروع من الصفر تبلش فيه اسهل من انك تاخذ مطبخ اللي نحكي بده يعدل عليه صاحبه. صحيح. شو بتعمل فيه؟ بعمل لازم نعمل انا شو ما بده الزبون بعمل له، بس طبعا هو من الاول اسهل، بس اذا كان بده مطبخ رينوفيشن زي ما نحكي لازم ادرس الوضع الحالي وبناء عليه اعرف كيف اطور على المطبخ، وهذا كله بكون على طريق الدروينز. المطابخ بدنا نقول عن الكونستراكشن، بدي احكي عن المقاول واستشاري، بدي احكي عن قوانين حقوق بلدية دبي. فهالثلاث اطراف هذول بدنا نرضيهم، كيف عم ترضيهم؟ اول شيء المتطلبات تبعت بلدية دبي، لانه هي اللي بتحط الرولز الصحيحة واحنا بنلتزم فيها. حتى بحكي لك الزبون اوقات ممكن بده شيء هو مش عارف انه هو مش لصالحه انه ياخذه يعني. فلا احنا بنلتزم بالمتطلبات تبعت بلدية دبي، ومنها بتكون يعني القاعدة اللي بننطلق. وممكن المقاول يأخرنا إذا كان في سب كونتراكتر له عم يشتغل المشروع طبعاً ممكن ننسق معه، ممكن يكون في تأخيرات بس إحنا بننسق معه عشان ما يتأثر الزبون بالنهاية. المصداقية كلمة صعبة تنفيذها صح؟ نعم. وإرضاء الناس غير لا تدرك. صحيح. والزبون دائماً على حق. صحيح. كيف بدنا نعكس هاي؟ هو أهم شيء تكون المصداقية. نعم. يعني الثلاث بنود اللي حضرتك حكيتهم كثير مهمين، بس المصداقيه الاهم،
لانه احنا بهمنا بالاخر انه نكون راضيين ضميرنا من جوا. ف اول شيء بنكون عندنا مصداقيه، عندنا مصداقيه 100%. احنا كثير حالات اعطينا الزبون اكثر مما هو اصلا الطالب، عشان احنا حاسين انه هيك هو الصح وبنعرف انه هو هيك الصح. ورضاء الزبون هو صعب ترضيه بس برضه. كيف عم قديش عم نعطي ورنتي او كفاله شغل بالنسبه بشكل عام؟ بنعطي من سنه لخمس سنين حسب. طلعنا برا الامارات، نفذنا مشاريع برا الامارات، نفذنا مشاريع بالخليج، نفذنا مشاريع بالاردن، نفذنا مشاريع بافريقيا. الحمد لله. وفي ان شاء الله نفذنا كمان بالسيشل. ان شاء الله في كمان تطور، يعني مشاريع اخرى ان شاء الله. اكسبو احتفلنا فيه من خمس سنوات وسمو الشيخ حكانا رح يكون اكسبو رقم واحد. نعم. شو اكسبو رح يعطينا او شو بتتوقع اكسبو يكون تاثيره على حضرتك؟ اكسبو حلم كان من خمس سنين بنحلم فيه، وان شاء الله يعني تاخر سنه بسبب الكوفيد، بس ان شاء الله رح يكون بال 2021 واكيد رح يكون رقم واحد. احنا عندنا كثير مشاريع مع اكسبو، عم ننفذ تقريبا 4 إلى 5 مشاريع داخل اكسبو. ما بتتخيل قديش الستاندردز المطلوبه في اكسبو، عشان هيك رح يكون رقم واحد، لانه هو فعلا هو على هاي ستاندرد. سيد الكريم، زي ما حضرتك تفضلت، كورونا غيرت كثير مغيرات الحياه. كورونا غيرت طريقه الحياه كامله. فتنا على المكتب لقينا التعقيم موجود من باب المكتب. هذا الشيء هو توقيع لمطبخنا المعقم اللي برضو كورونا مستعد لكورونا. قبل ما نحكي عن المطبخ بدي أسألك عن كورونا. كورونا كانت تحدي ولا أزمة؟ تحدي ولا أزمة؟ هو تحدي. كيف كان صعب عليك ولا سهل؟ والله هو صعب اكيد. اول شيء من ناحيه انسانيه، انك بتشوف هالناس عم تمرض وعم تموت، وموضوع صعب. بس ربنا ما بيجيب شيء الا بالاخر رح يكون منيح، وبالاخر رح نكتشف انه في جزء منيح منه اذا احنا صمدنا. اكيد رح نطلع بالاخر بنتيجه كويسه. وبعد كورونا شو صارت استراتيجيتنا؟ تغيرت ولا نفسها؟ في اساسيات ما بتتغير، في جذور لازم تتغير حسب الظروف. احنا اساسياتنا بالجوده والكواليتي ونكون رقم واحد وبالمصداقيه ما راح تتغير، بس راح يكون في تغيير بال يمكن بسموها الاندفاع. لازم نكون شوي حذرين اكثر لانه الظروف مش مستقره. وضفنا اجهزه تعقيم على مطابخنا، ضفنا اشياء عادة. طبعا احنا بننتج سانيتايزنج ماشين بتنحط على باب المطبخ، وعم ننتج ان شاء الله قريبا رح تطلع اللي هي اليو في لايت ماشين، اللي هي رح تتعقم كل الاجهزه في المطبخ قبل ما توصل للزبون. اورز كثيره موجوده، لو بدك تحكي عن واحده منهم. انا اعز اورد عندي اللي هي اللي فزنا فيها بال 2017، فزنا بجائزه باورد احسن شركه مطابخ في الامارات. هذا كثير عزيز على قلبي. وشهادات التقدير كمان موجودة، من مين أخذناها؟ أخذنا شهادات تقدير من زباين، أخذنا شهادات تقدير من مصانع، من منتجين. الحمد لله، يعني تقريبا ما بذكر إنه في زبون كان زعلان منا، بالعكس كلهم أعطونا شهادات تقدير يعني بشكل شفوي أو مكتوب. وكيف عم نواكب التكنولوجيا تاعكم؟ عم تجينا ولا إحنا بنضطر نسافر لها؟ شوف، بالإمارات كل شيء بيجي لعندك، يعني بدبي الكل بيجي لعندك. كل المصنعين والمنتجين في العالم موجودين بدبي، وعلى اتصال دائما معهم، واذا كان في اضطرار انه احنا نروح نشوف شيء معين برا عندهم نشوفه، بس هم كلهم هون. معارض ما فتنا؟ لا، احنا معارض ما كنا عارضين، لانه منتجنا لا يعرض، احنا منتجنا خدمه اكثر من انها تكون ترى يعني. فاحنا بنكون للزبون اللي بنحل له مشاكله، فهي الشغله. اما المصانع اللي بتيجي بتعرف تعرض المنتجات تبعتها. والمطبخ فيه له مرادفات، ممكن تكون كسيستمات، كسيستم ممكن فاير سيستم، ممكن يكون محاسبيا، هذا الشيء تتدخل فيه ولا المقاول؟ احنا بنعطي بنهيئ له الجو انه ينعمل، بس احنا ما بنزوده على، مش جزء من خدماتنا، بس احنا بنعرف انه هون بده
الماشينز تبعت الكاش، هون بده الماشين تبعت الفاير، فبنجهز له هذه الامور. وبعد 10 سنين قديش بالمية حققت من طموحك؟ الحمد لله 90 او اكثر من 90% الحمد لله. دائما بنحكي التوفيق والنجاح من رب العالمين في البدايه، بعد رب العالمين في ناس كانوا مؤثرين في حياتنا زي ما فضلت الزوجة، عندنا كمان الوالدة كانت والدة طبعاً طبعاً طبعاً. شو بنحكي لأم أيمن؟ والله الحكي ما بكفي، يعني ما بقدر أحكي شيء يعطيها حقها، بس إنه بشكرها كثير. الله يخليك. الله يسلمك. شبابنا أو شباب المجتمع العربي، وبدي أخصص أو أخصص الشباب الأردني، خلينا نقول اللي تخرج جديد من جامعته بده يبدأ حياته، دائما بحاجة لنصيحة من ذوي الخبرة. 17 سنة في الإمارات كافي إنهم يسمعوا الكلمة منها. شو بتحكي لهم قبل قدومهم لهالدولة باحثين عن عمل أو مستقبل؟ والله أنا بحكي للشباب، بحكي للي بالجامعات، بحكي لبناتي، بحكي لأولادنا كلهم، إنه اللي بتعب لا اتعب على نفسك، وما يكون ما في شيء اسمه مستحيل، ما في شيء أبدا بالدنيا بيكون مستحيل إذا أنت تعبت واشتغلت وركزت في اللي بدك تعمله وكنت أمين مع نفسك ومع غيرك. والإمارات سهلة عليهم ولا منافسة قوية بيكون جاهز لها؟ منافسة قوية بس أهلا وسهلا، ما هذا هاي جمال الموضوع أصلا، يعني ما اللي بيجي سهل بيروح سهل. صحيح. بالعكس خليها تكون منافسة قوية، هذا شيء أحسن. وشو بنحكي للدولة اللي فتحت لنا إيديها ووفرت لنا شيء فقدناه في أوطان عربية كثير للأسف، الأمن والأمان اللي منخافش على بناتنا الأربعة إذا كانوا طلعوا من البيت في أي وقت منخافش على بناتنا، أنت سيارتك مفتوحة طبعا. شو بنحكي لحكام؟ والله بحكي لهم كفيتوا وفيتوا واللي عملتوه ما حد بيعمله، وان شاء الله البلد تستمر بتكون هي الرمز للاوروبي وللنجاح ان شاء الله. واحنا كمان من جهتنا الصائمة كثير بنحكي لك شكرا كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا وسهلا.